لكي تتحكم من مصير الجماعة أن تتحكم بأقواتها. الميسر كان يمنع تراكم الثروات عند فئة معينة، وبالتالي لا وجود لنصاب مستقل عن الجماعة باستطاعات التحكم بالأقوات وبالتالي التحكم بالسلطة السياسية. الدولة هذه السلطة، يعني حين نتحدث عن الدولة هناك هذا النصاب المستقل عن الجماعة الذي يتحكم في الأقوات من خلال اقتطاع جزء من فائض الإنتاج، من فائض إنتاج الجماعة، هو ما يسميه إتاوة، تريبيو إتاوة، قد تكون في قالب جزية، في قالب يعني ضرائب، مكوس، عشور إلى آخره. المهم أنه أن الاعتراف بالسلطة، بسلطة الدولة يعني السلطة المركزية، يتعين من خلال اقتطاع أو الرضا باقتطاع جزء من فائض الإنتاج لفائدتها، بما يفضي إلى التحكم في الشؤون العامة باسمه. وهنا نلاحظ هذا التشابك بين الوجه الديني والوجه البشري للنبي، فهو في آن يحتكر النطق باسم المتعالي، ولكن القرآن نفسه يرفض أن يسند هذه الصفة له، فهو مجرد إنسان يعتريه ما يعتري البشر، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالسياسة. هذه اللحظة لأن تميزت بالخصوص بتأثيم الميسر دينيا بصفته طقسا مضادا للتوحيد الإسلامي، فإنها تميزت أيضا بالاعتراف بمنافعه الاجتماعية والاقتصادية للناس، فيه منافع للناس هكذا يقول القرآن. وقد تم ذلك هذا الاعتراف في سياق حظ شديد على الإنفاق لفائدة الأقارب والفقراء، وهو ما سماه القرآن إنفاق العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهذه الآية مباشرة بعد آية التأثيم. ومنع انبثاق أي نصاب سلطوي كما سبقت الإشارة داخل القبيلة في وسط الجزيرة العربية خلال الفترة ما قبل الإسلامية، فإن تحريم الإسلام لهذه الممارسة كان يعني بالضرورة حدوث فراغ مؤسسي داخل التشكيل القبلي. وبما أن الإسلام تفادى المساس بالقبيلة كوحدة للعلاقات الاجتماعية المؤسلمة، فإن كل الأسباب كانت تدعو الإسلام إلى أن يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، وأن يعمل على ملء ذلك الفراغ بإحداث مؤسسة بديلة من الميسر تقوم مقامه في الحفاظ على التماسك الاجتماعي الضروري للمجتمع الإسلامي الوليد، وهو ما تم بإعلان قيام مؤسسة الزكاة. إلى القول بأن تشريع الصدقات فيما سيعرف لاحقا بآيات الزكاة في سورة التوبة مرتبط أشد الارتباط بغزوة تبوك، وهي الغزوة التي كانت تستهدف الروم البيزنطيين شمال الجزيرة، وهذا في الحقيقة يمثل انقلابا في الاستراتيجية النبوية الخاصة بالبيزنطيين، نرجح ارتباطها بحصول تغير في موقف الإمبراطورية البيزنطية المسيحية بعد أن استردت قواها ودحرت الفرس واستعادت بيت المقدس. وبما أن تلك المرحلة كانت تقتضي تماسك المنظومة العربية داخليا في مواجهة المنظومة البيزنطية، فإنه يفسر مشاركة بعض القبائل العربية في الحملة على بيزنطة دون أن تكون دخلت فعلا في الإسلام، أو هي إنجاز القول ممن كان إسلامها ما يزال مدخولا لكنه كان معلنا لغايات أقلها الطمع في مغانم الحرب أو اتقاء القوة الإسلامية الناهضة. ومن هنا يظهر ارتباط مسألة الإنفاق على تجهيز الحملة الإسلامية ضد بيزنطة بمسألة الإنفاق على من عندي رسول الله أساسا، أي ضعاف المهاجرين في يثرب وما يحيط بها من قبائل ضعيفة من الأعراب. وقد أشار القرآن الكريم لهذا الأمر تحديدا بما يفهم منه أن الامتناع عن الإنفاق حينها كان يعني فيما يعنيه الانخراط في استراتيجية أعداء الإسلام ودولته من الداخل، أي ما سيطلق عليهم القرآن ابتداء من تلك اللحظة ومنذ لحظة انكشاف هذه الاستراتيجية في غزوة الأحزاب اسم المنافقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندي رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات إلى آخره، ولكن المنافقين لا يفقهون. وبهذا ارتبط الإنفاق على الحملة ضد بيزنطة بمسألة السلطة المركزية في يثرب التي يمثلها النبي، كما ارتبط بتمويل تلك السلطة، بمصادر تمويل تلك السلطة من جهة أولى،
وبما يطرحه المجال الاجتماعي السياسي الجديد لتلك السلطة ومدارها الأمة الإسلامية به، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة. اعذروني على الإطالة في النص، لكن إشارات مهمة ومختزلة لما نريد الوصول إليه. هذا عن مقدمات الغزوة، أما اكتنفها، فإن النبي حين مر بالحجر، مدينة الحجر، نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة. وسجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلما أصبح الناس ولا ماء معهم، ولنتنبه إلى هذه النقطة، ولا ماء معهم، شكوا ذلك إلى رسول الله، فدعا الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. ثم إن رسول الله ظلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها، فقال زيد ابن لصيط، وهو أحد المنافقين، يهودي منافق: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله: إني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعبي كذا وكذا، فذهبوا فجاءوا بها. الحكاية الثالثة: وكان رجل من المنافقين معروف نفاقه يسير مع رسول الله حيث سار، فلما كان من أمر الناس بالحجر، أي مسألة الماء وعدم وجود بئر واستسقاء النبي وهطول المطر، قال: سحابة مارة. في تبوك وفي غير تبوك من غزوات النبي، إذن أخذنا مثلا إلى مكة، أخذنا إلى حنين وإلى غير ذلك من الغزوات بطبيعة الحال. وقبل الغزوات أخذنا إلى الجاهلية، وحدثنا عن الميسر وسوى ذلك من المعطيات ذات العلاقة بالشأن بطبيعة الحال الاقتصادي والسياسي للناس. أعتقد أن سي محمد معناها سياحته ورأيتها سياحة بالطبع هي سياحة فكرية، ولا ينطلق فيها ربما من نظرة دغمائية إلى التاريخ، من نظرة وثوقية، هي قراءة. أعتقد أن همه كان الانطلاق من الجاهلية لفهم الإسلام، لفهم التجربة التي وقعت بطبيعة الحال بعد الجاهلية. كيف لنا أن نربط بين الإسلام وبين الجاهلية حتى لا يكون فهمنا للتاريخ بطبيعة الحال فهما مكررا، فهما وثوقيا، معناها فهما الفهم القديم الذي نقرأه أو الذي انطلق منه المؤرخون إلى غير ذلك. شكرا له على كل ما أفادنا به في إطار هذه الجولة، وبالطبع لكم الكلمة نقاشا وتعليقا وتعقيبا.